بتاكل فريدة المصري. هنجرب بقى الايس كريم ده، هو بالمانجا، اسمه سبيشال مانجو. تعالوا بقى نفتحه ونجربه مع بعض. يلا اهو بعد فتحته اهو. يلا بينا نجيبه. تقول لهم يا ديدا سعره كم؟ 2 جنيه ونص. 2 جنيه ونص سعره رخيص، بس هنشوف طعمه عامل ازاي. كان في ناس بتقول ان طعمه حلو قوي. يلا بينا ندوقه بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. طعمه حلو جدا جدا. انا هديه 9 من 10 يعني. هاتي بقى عشان انا اقيمه انا كمان. حلو، طعمه جميل جدا على سعره 2 جنيه ونص. حلو قوي. عايز تقول لهم حاجه بقى يا فريده قبل ما نقفل؟ ما ينسوش يعملوا ايه؟ لايك